ويسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ يوسف البن خليل، رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية. مساء الخير أستاذ يوسف. بيانات التضامن مع السعودية التي صدرت عن عشرات الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإقليمية أيضا، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على المستوى الشعبي، تؤكد أن السعودية لم ولن تكون وحدها، وأن أي محاولة لابتزاز أو تهديد السعودية لن تجدي نفعا. ماذا يعني كل هذا الدعم والتضامن العربي والإسلامي على المستوى الرسمي والشعبي مع المملكة العربية السعودية؟ بلا شك التضامن العربي والخليجي والإسلامي اللي شاهدناه على المستويين الرسمي والشعبي خلال الأيام الفائتة أكبر دليل على المكانة اللي تحتلها السعودية في قلوب هذه الدول وفي قلوب هذه الشعوب. العلاقة بين الدول العربية والإسلامية مع السعودية ليست علاقة عادية، بل هي علاقة غير تقليدية، علاقة قائمة على العمق الاستراتيجي والامتداد الكبير لجميع هذه الدول، باعتبار السعودية هي قائدة العالمين العربي والإسلامي اليوم. لا يمكن إنكار دور السعودية في على أي صعيد من الأصعدة، وعلى الأساس نلاحظ هاي التضامن والتفاعل الكبير من مختلف الدول مع الشقيقة الكبرى السعودية. نعم الأستاذ يوسف البن خليل، رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، شكرا جزيلا لك.